جيت نتبرع بالدم على خوتنا اللي وقعت لهم هذه الحادثه. كنتبرعوا ليهم من قلبنا الخالص من 9 الصباح وانا هنايا. بقاو فينا بصح، بقاو فينا بصح بصح، تعلمنا بصح. منين جيتي؟ فين ساكنه؟ ساكنه هنايا في طنجه، ولكن الاصل ديالي ماشي من هنايا، من لاله ميمونه، والعائله ديالي في مراكش، ساكنين تما في مراكش. فينا كلشي بقى فينا، هادشي اللي وقع ما تبغيش الخوك المسلم في مرة، ما تبغيش الخوك المسلم. فاش يلا شتي دوك الفيديوهات كيتفرطاجو الخبر تخلعتي بزاف؟ تخلعت بزاف، البارح ما نعسش في مرة، ما نعسش، ما نقدرش نقول لك، ما نعسش في مرة. بعد كنشوف هاد الشيء في التلفازة، في الفيسبوك، في اليوتيوب، بقاو فيا بزاف بزاف، بقاو فيا. على الصباح جيت باش نتبرع، دائما كنتبرع، واليوم بخصوصية اليوم جيت نتبرع لخوتنا. الله يشافيهم، والله يرحم اللي مات، والله يرحمهم، واللي باقي الله يشافيهم، والله يقويهم. شي رسالة تقول للناس باش يجيو يتبرعوا بالدم؟ كنقول للناس يجيو يتبرعوا بالدم، اللي الامكانيات ديالو يجي يتبرع بالدم، اللي عنده صحته، اللي عنده هادي يجي يتبرع بالدم. اش تبرع بالدم؟ حيت كنشوفوا خوتنا مساكن كي دازوا ازمه كبيره، وحنا المغرب خصنا نكونوا في يد واحده، وخصنا نتعاونوا بعضيتنا، حيت ما عاوناش بعضيتنا في هذه الازمه هذه، فوقاش غنعاونوا بعضيتنا؟ حنا شعب متضامن، وكنطلب اي واحد شاف هذا الفيديو هذا تا يجي يتبرع بالدم، حيت راه عندنا خصص بزاف في الدم هنا. فوقاش جيتي؟ فوقاش كنت هنايا؟ جيت انا مع 8 ونص الصباح، كنت هنايا وجاتني نمره 94، وكان تسناو النوبه ديالنا دابا. منين جيتي؟ من وقع جيتي؟ منين جيتي؟ برواق. برواق. بن ديبان. برواق. مجرد سمعتي هذا الخبر ديال الزلزال باش حسيت؟ صراحة والله انا في الاول ملي وصلني كيطلع لي في التليفون صحاب لي غير ديك الاشاعات كيضحكوا ولا كذا، تهوت كنشوف الخبر صحيحه وما كنتش زعما نعطي الموضوع اهميه. وحقا الصباح ملي شفت ديك عدد الموتى وشفت فيديوز بزاف، صراحه بقى فينا الحال بزاف، وما ما كنتمناوش هاد الفاجعه توقع مره المجه ان شاء الله، ونطلبوا من الله اللطف ديالو. يعني كاين الخير في البلاد الحمد لله، وفي الناس خصهم يزيدوا يكثروا هاد القياطن هادو للناس اللي خصهم يتبرعوا. يعني ما لاحظت انا دابا بزاف الناس جاوا يتبرعوا ورجعوا، يعني ما كاينش، فهمتي؟ قال لهم الارقام تسالوا، ما كاينش، يعني خاصهم يكونوا هاد المبادرات هادو بزاف الاماكن باش كينقصوا من بلايص. كنتمناو من المغاربه زعما كاملين حتى هما يعملوا هاد، يتعاونوا مع خوتهم اللي تما مساكن. الدعم المادي راه كاينين الناس اللي باقي عاد جالسين في الزناقي مساكن، يعاونوهم بالقياطن، يعاونوهم بالماكله، راه حتى هما الله يحسن العوان. واخا بابسط الحاجه انهم مجرد انهم يمشيو غير يزوروهم، يعاونوهم واخا غير بالماء. حسيت بواحد الصدمه وبواحد، حيت انا الصديقه ديالي ماتت الام ديالها، وشا نقول لك، يعني حطيت انا راسي في موضعهم، حسيت بواحد الاحساس ما نقدرش زعما الصراحه ما نكذبش عليك، حطيت راسي في موضعهم. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. وهذا قدر الله، هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. الله يرحم الناس اللي ماتوا، والله يصبر الاهالي ديالهم، والناس مساكن اللي مريضه اللي في الطبيب الله يشافيها. صراحه تاثرنا بزاف بداك الشيء اللي شفنا، وهذه هي ابسط الحوايج اللي ممكن نديروها غير كمساعده. اللي ما قدرش يعطي شي حاجه على الاقل يعطي الدم ديالو، حيت بنادم بزاف تحت من الانقاض وبزاف محتاجين تاع الدم. لحد الان كنجيو حنا بزاف وكنطالب بحاجه اخرى، بان على الاقل هذا الشيء ما غيكونش غير دابا، خصو يكون التبرع بالدم على طول العام، على ماشي غير هذه الفتره، وخاصنا نكونوا متحدين بيناتنا ان شاء الله. منين جيتيش؟ من انا من المحمديه، ولكن الخدمه هنا ان شاء الله في طنجه. يلاه جديد
هنا في بوخال. شحال انت هنايا كتستنى هنايا؟ من 8 الصباح. من 8 الصباح يلاه دابا النمره 89. باقي شويه ان شاء الله وما كنزانش نتسناو ان شاء الله في الاجر ان شاء الله. شي الا سمعتي الخبر ديال الزيزل باش حسيتي؟ باش حسيت انا حيت عندي العائله في مراكش وعندي دوزنا واحد الليله فريمون الخلعه وبزاف ديال التاثر بزاف باش تهضر مع العائله وكتشوف عاد كيبداو كيخرجوا الفيديوهات كتشوف داكشي فريمون كتدمر كتدمر صراحه كنحسوا بدوك الناس وكنشوفوا كتحط راسك في بلاصتهم وكتالم اكثر ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. جيت كنضامن مع خوتنا المسلمين الصراحه عزوا عليا بزاف وكنضامن معاهم واي واحد اي واحد كان في بلاصتنا كان يعمل نفس المبادره. حنا الصباح جينا بقلبنا وداكشي اللي وقع لهم حسينا به بحال اللي وقع لنا حنايا فهمت الصباح تقصحنا بزاف حتى حنايا في هادشي هذا جينا نتبرعوا من قلبنا الخالص و منين جيتي من المنطقه البلاصه ساكنه منين جيتي؟ جيت من هنايا من طنجه من العوامه في المس. العوامه في المس. جيت مع 8 الصباح من 8 ولا هنايا من 8 الصباح جيت هنايا كنستنى. فاش هي اللي وقع هاد الزلزال اللي بديتي كتبارطاجيو فيديوهات فاش حسيتي؟ تخلعت الصراحه خفت بزاف وتخلعت انا بقيت كنتبعد بوحديتي لدرجه الصباحه كنت كنعمل الحجاب نص عملتو حتى الصباحه تخلعت بزاف شفت هادشي هذا الكوابيس هادو اللي وقعوا مؤخرا تخلعت كنطلب من الناس كاملين خوتنا المسلمين يجيو يتبرعوا حتى بزاف الناس محتاجين ونتمنى منهم يجيو يتبرعوا في اي راه كاين بلايص بزاف هنايا مغرب هاد البلاصه كاين بزاف الناس يجيو يتبرعوا هو ضروري نتبرع قدام هاد الناس الشهداء الله يرحمهم ويسع عليهم المساكين والله يلحقنا عليهم المسلمين وهذا اقدر الله اقدر الله سبحانه كلشي ديال الله سبحانه الواحد ما عنده ما يدير هادشي اللي عطى الله سبحانه صافي منين جيتي تاش من المنطقه؟ انا جاي من طنجه علاش من بلاصه ساكنه؟ جيت مرجان طريق الرباط وهاد الناس بقاو فينا واللي قطع الله هو هذا بيدهم غير الله سبحانه راه بيدنا حنا بيدنا بيتين فايقين والفجاعه هذه كلشي ديال الله سبحانه فوقاش انت ملي سمعنا هادشي وحنا فايقين فوقاش كتسنى هنايا باش من الفجير وحنا هنا دابا ما لحقتش النوبه 300 الناس وقفوا حتى الغدا وغادي يرجعوا ان شاء الله يا ربي وهاد الناس الله يرحمهم ويسع عليهم هاد الشهداء مساكين مجرد سمعتي هاد الخبر ديال الزلزال باش حسيتي؟ حسينا بواحد الفجاعه كبيره ما ندم تالم بزاف تالمنا بزاف هاد الحاج والله اللي عطى الله هو هذا شي رساله تقول للناس باش يجيو يتبرعوا والله خصنا نتبرعوا دار ويتبرعوا الناس كلشي اللي كيسمع غادي يتبرع ما يقدروش ما يتبرعوش على حاجه هادشي ديال الله سبحانه الحمد لله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.